السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس الـ مش الخيارات الم... هو في درس تاني لسه، الخيارات المتقدمة بإذن الله. الدرس ده بتاع الإكسبريشنز اللي هي المصطلحات، كنا استخدمناها قبل كده كتير كذا مرة يعني، وناس كتير أكيد عارفاها يعني. المرة دي احنا هنستخدمها هنا معانا في الشبكات. هنعمل بيها إيه؟ هنعمل بيها نظهر مجموعة حاجات. أول حاجة هنظهر حاجة بسيطة، ارتفاع نقول مثلا، نقول الردم في حاله لو انا مثلا عندي مانهول زي ده، عايز اقول الحفر بتاعي هحفر من هنا لغايه الاع كام بالظبط، ده هظهرها في شكل كتابه، زائد اللي احنا هنحسب كميات الحفر والردم بتاعه الشبكه كلها باذن الله. حلو، انا هعمل لكم كميات الحفر وانتوا تعملوا كميات الردم، تمام؟ اتفقنا؟ نبتدي مع بعض. نمره واحد، هنشوف كده مع بعضينا مثال كده بسيط. انا عامل مثال هنا دلوقتي، ادي المانهول بتاعي زي ما احنا شايفينه كده، تمام. انا عايز ابتدي اظهر الارتفاع ابتداء من نقطه الكفر هنا لغايه تحت المانهول بتاعي، تحت الكفر اللي هو سوري الاستراكشر بتاعي بكام؟ ب 20 سنتي. ب 20 كام؟ ب 20 سنتي. نشوف مع بعض هنا نقدر نعملها ازاي. انا دلوقتي هشتغل على مين؟ على الاستراكشر. ندخل هنا على السيتنج، حلو، هنلاقي حاجه اسمها الاستراكشر نود، هنلاقي حاجه اسمها الاستراكشر ستايل، الليبل ستايل، تمام. وعليها حاجه اسمها الاكسبريشن زي ما احنا شايفين. نعمل كليك يمين عليها ونقول له نيو، انا عايز اكسبريشن جديد. ايه هو الاكسبريشن دوت؟ هنقول ايه؟ اكسكافيشن فيشن، المفروض انا اسف، ايوه اكسكافيشن ديبث، تمام، اكسكافيشن ديبث، تمام. احنا قلنا زي ما شفنا، معلش، في المثال اللي هنا، انا هاخد هنا عباره عن ايه؟ الارتفاع بتاعي هيبقى عباره عن الريم فروم سام تو ديس، يعني ايه؟ المسافه ما بين الكفر لحد الاع الداخلي، سواء بقى هنا في اع، هنا مثلا الاع هنا ما فيش اع، اللي هو سام بتاعي هنا اهوت، سام ديبس بيساوي زيرو هنا اهوت. حتى لو في سام ديبس ما فيش مشكله، يبقى انا هاخد الارتفاع من الاع الداخلي لغايه الايه؟ لغايه التوب هنا، تمام؟ وبعدين هاخد السمك بتاع الخرسانه بتاع الاع زائد المسافه اللي انا عايزها تحت كام في الحاله بتاعتي دي 20 سنتي. يبقى لازم ابقى عارف انا عايز ايه بالظبط، برسم الرسمه توضيحيه في ورقه حتى خارجيه كده عشان اقدر ايه اعمل الاكسبريشن بتاعي مظبوط، تمام. اهو تمام. يبقى انا هبتدي اخد ايه؟ اقول له دي الاكسبريشن بتاعي عايز عباره عن، بضغط هنا مجرد سوري، مجرد الضغط على العلامه دي بيبتدي يطلع لي مجموعه حاجات خاصه بمين؟ خاصه بالاستراكشر نفسه. فانا عايز مين؟ عايز المسافه بين الريم تو سام ديبس. عايزين نشوف بقى الريم تو سام، اهي ريم تو سام هايت. حلو كده، الارتفاع من اول الريم تو سام، تمام كده. ده الارتفاع كام؟ الارتفاع الاجمالي. هقول زائد، حلو، الايه؟ الفلور سيكنس، الارضيه. يبقى الفلور الاستراكشر، نشوف الاستراكشر، ادي الهيد وول استراكشر فريم، اهي الفلور سيكنس. يبقى كده دي اللي هي ايه؟ سمك الارضيه بتاعته زائد كام؟ زائد ال 20 سنتي. يبقى كده الارتفاع زائد السيكنس زائد ال 20 سنتي، وبقول ايه؟ وبقول اوكي، تمام كده. هو ما ظهرليش حاجه، دي بتظهر فين؟ في الكتابات. فدلوقتي انا هبتدي انزل كتابات على الرسم عشان نبقى نشوف مع بعض كده مؤقتا. هعمل هنا الليبل ستايل بتاع البايب نتورك، وانا عايز مين؟ انتاير بروفايل، الشبكه كلها. على مين؟ على الشبكه كلها. حلو، اللي يهمني مين؟ الاستراكشر دوت. انا هسحبه بره كده، هو طبعا اي استراكشر يمشي عليه الموضوع ده. انا هسحب ده بس بره عشان نشوف هنا قال لي هو ايه؟ قال لي الريم كام؟ 639.06، والصنب كام؟ ده المناسيب بتاعته. فانا هاخد المنسوبين دول، حلو، الاول هظهر السمك، حلو كده، بتاع الايه؟ بتاع الجزئيه دي، بتاع جزئيه الارضيه بتاعت الجزئيه اللي معانا هنا. نضغط هنا بس الستايل، خش هنا على الجزئيه دي، هقول ايه؟ اللي هي الفلور، تمام، نقطتين فوق بعض، واضغط هنا. احنا عايزين مين؟ الفلور سيكنس، اهي الفلور سيكنس، تمام كده. وبضغط هنا اهوت وبقول له ايه؟ اوكي. هو طبعا انا اهوت بالمليمتر، احنا عملنا بالمتر. اوكي اوكي اوكي، تمام، ظهر لي مين؟ الفلور سيكنس.
بالكام دي بالمليمتر زي ما هنا ما ضغطتش يمكن السهم تقريبا. طيب يبقى انا هاخد المنسوب ده هطرح منه المنسوب ده هيديني المفروض كام؟ يديني مسافه اللي هي مسافه ما بين الريم اللي هو منسوب السقف اللي هو 639.06 ناقص 633.33. حلو كده، اداني مين؟ اداني الارتفاع اللي هو الداخلي، هجمع عليه 15 سنتي اللي هي 150 مللي دي 15 سنتي زائد ال 20 سنتي، يبقى المفروض يطلع لي كام؟ 6 متر و8 سنتي. طبعا هنا ممكن تبقى الكسور بس اللي هتختلف، المفروض يطلع لي كام؟ 6 متر و8 سنتي. طب نظهر بقى الاكسبريشن بتاعنا نفس اللي احنا عملناه دلوقتي، بنعمل اديت للليبل نفسه، بضغط هنا عشان اعدل الليبل تمام، وباجي هنا في اللي هم الثلاث نقاط دول وباجي اعمل هنا اهوت نقول له ايه فول هايت او اكسكافيشن هايت اكسبريشن جي اتش تي هايت ماشي. الانجلش تعبان شويه، هتلاقي ان هي الاكسكافيشن ايه دبس، انا عملتها دبس هايت مش مشكله، هي بتظهر على طول الاكسبريشن بتاعي زي ما احنا شايفينه اهو، بضغط عليه اهو طلع لي هنا اهوت التلات علامات 20، خليه علامتين 20 مفيش مشكله، وبضغط ايه وبضغط اوكي اوكي اوكي، نشوف كده هيظهر كام اهو 6 متر وكام، طلع معايا 6 متر وكام و7 سم زي ما قلت عشان الكسور فرقت، بس ادي الاله طلعت كام 6 متر و8 سم، لكن احنا ظبطنا الكسور هنا اهوت هتطلع معانا ايه مظبوطه تماما باذن الله. يبقى ده كده ارتفاع مين؟ ارتفاع الحفر عند مين؟ عند المنهول ده. حلو، طبعا الكلام ده اتطبق زي ما انتم شايفين، يبقى كده عند كل منهول اوتوماتيك هيطلع ارتفاع الحفر. مثلا ادي المنهول اهو، لان هو طبعا احنا غيرنا في الستايل، فده الستايل ده هيبقى ايه ثابت معانا. حلو، حتى لو احنا خدنا الستايل ده في رسمه ثانيه مفيش مشكله برده ايه يشتغل معانا. اهو الارتفاع هنا كام؟ 6 متر 6 متر 21، الارتفاع هنا كام؟ 6 متر 30. يبقى انا كده في لحظه يا دوبك عملت اكسبريشن واحد وظهرته بس فين؟ في الليبل ستايل، بدا يطلع لي الايه؟ الارتفاعات فين؟ في كل المانهولز بتاعتي، بحيث قبل ما احفر يبقى انا عارف كده مثلا المينيموم او الماكسيموم كام. طبعا الكلام دوت من السطح اللي انا شغال منه، ها؟ الكلام ده من السطح اللي انا شغال منه اللي هو السيرفس مش الارض الطبيعيه. لو عايزين نربط بالارض الطبيعيه يبقى لازم نربط الشبكه بالارض الطبيعيه. اتفقنا على كده تمام؟ دلوقتي الحفر او الردم اللي انا هطلعه هيطلع من السطح اللي انا رابط عليه الشبكه. حلو، نبتدي نخش على ايه؟ على الحفر بتاع الارض الطبيعيه. نفس الفكره برضو عشان ما نتوهش من بعضينا، هناخد مثلا ايه المثال بتاع الماسوره، لان هو الماسوره اصعب من المثال التاني ده. الماسوره كل ما هنالك اللي احنا بناخد الايه البايب، بناخد الاوتر دايمتر. حلو كده، الاوتر بايب، وبناخد الزيادات اللي انا عايزها، مثلا عايز 20 و20، ونفس الحكايه تحت عايز هنا كام؟ هنا 20. اللي هتفرق معايا هنا الافريج ايه؟ الافريج هايت. هو هنا هنعمل احنا عباره عن ايه؟ افريج هايت يعني متوسط الارتفاع. يعني مثلا الارتفاع هنا مش ثابت كله تمام، في مثلا هنا ارتفاع كبير وهنا ارتفاع صغير، فبياخد المتوسط. فبدخل انا بقى هنا فين؟ بيجي هنا اهوت على نفس السيتنج دي، بس المره دي بخش على البايب، بخش على الليبل ستايل، بخش على البلان بروفايل. حلو كده، وبخش على الاكسبريشن بعد كليك يمين وبقول له ايه؟ بقول له نيو. حلو، نفس الحكايه ممكن اقول ايه اللي هي الايه الاكسكافيشن برضو اكسكافيشن فور بايبس تمام كده. يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين هنعمل الديامتر بتاعنا. حلو كده، في العرض، العرض دوت اللي هو الاوتر ديامتر، هنزود عليه العرض هنا والعرض هنا، وهنزود عليه مين؟ هنزود عليه ال 20 سم لتحت زائد الارتفاع الافريج بتاعنا. طيب الكلام ده كله يتعمل ازاي؟ نشوفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كده، يبقى اول حاجه هجيب الافريج ماشي. يبقى انا هقول ايه؟ نفتح قوس كده او قوسين، نفتح قوسين تمام. بضغط هنا بقول له ايه المينيمم كفر، انا بشتغل ايه الكفر. حلو كده، وبعدين اقول له زائد الماكسيمم كفر. طبعا هو في معادلات هنا، اللي عايز يستخدم المعادلات مفيش مشكله، بس انا بجيب لكم اللي هي ممكن تبقى اصعب حالات اقابلكم. ادي الماكسيمم كفر، يبقى هو هيجمع الاثنين على بعض وهنقسمهم على 2، يبقى انا كده جبت الايه الافريج تمام كده. الافريج فين؟ في الهايت. هجمع عليه البايب اوتر دايمتر، يبقى انا دلوقتي جبت مين عشان نتابع مع بعض؟ انا جبت الايه الافريج اللي فوق اللي هنا تمام. هقعد هجمع عليه الاوتر بايب دايمتر وهجمع عليه ال 20 سنتي، يبقى زائد البايب اوتر دايمتر، ده الانر دايمتر،
وول سيكنس بايب ان اي بايب اوتر ايه بايب اوتر دايمتر حلو كده زائد مين ال 20 سنتي. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الارتفاع. حلو كده، ده يعتبر مين الارتفاع. طب انا عايز العرض بالمره كمان، يبقى هحط كل دول كلهم كده كلهم في كام؟ في قوس واحد. يبقى انا كده كاني جبت الايه ده كده الارتفاع. الكلام ده كله في مين؟ طبعا هو المفروض الطول في العرض في المسافه، فدي كده يعتبر مين الارتفاع. انا عايز العرض الكلام ده كله في نفتح قوس تاني عباره عن ايه البايب اوتر دايمتر اهي. حلو كده، اخد هنا دي كده زي ما هي، اقول له كنترول سي، هنا كنترول في، زائد احنا كام عاملين هنا اهوت، انا جبت كده الارتفاع زائد 20 من اليمين و20 من الشمال، ادي هنا اهوت 20 و20 يعني زائد كام؟ زائد 40. تمام، يبقى كده الطول في العرض ناقص مين سوري خدت انا العرض والارتفاع ناقص الطول. الطول عباره عن ايه؟ المسافه. يبقى اضرب كل دوت في اخر حاجه اللي هي كام؟ اللي هي المسافه اللينس. اهو عندنا هنا اهو 2 دي لينس و3 دي لينس، على حسب انتوا بتتحاسبوا بال3 دي ولا 2 دي، بس هو في العادي بتحاسب بال2 دي اللي هي سنتر تو سنتر. حلو كده، وبقول له ايه؟ وبقول له اوكي. يبقى انا كده خدت ايه عشان ما انتهش تاني؟ اول حاجه خدنا المينيمم كفر والماكسيمم كفر وقسمناه على 2، جمعناهم على بعض وقسمناهم على 2، اعطاني الايه؟ الافرج. الافرج تمام، جمعت عليه الاوتر دايمتر عشان نجيب ايه هنا. يبقى انا كده جبت الافريج هنا، جمعت عليه الاوتر دايمتر وجمعت عليه ال 20. يبقى ده كده الايه؟ الارتفاع. هنضربه فيه لان هو المفروض طول في عرض في ارتفاع، فدي الارتفاع. العرض عباره عن كام؟ الاوتر دايمتر بتاع البايب زائد كام؟ 20 من اليمين و20 من الشمال. دي اللي هي كانت تاني خطوه اهي، اللي هي كانت تاني خطوه اللي هي الاوتر دايمتر اور ويدز. حتى احنا حطيناها ايه؟ حطيناها المفروض في القوس، لا سوري ده جمع هنا اهوت، هنا اهوت الضرب الاوتر دايمتر اور ويدز زائد ال 40 سنتي في اخر حاجه الايه؟ الطول ما بين السنتر للسنتر. تمام كده، وبقول ايه؟ وبقول اوكي ماشي. طب الكلام ده هيطلع مظبوط ولا مش مظبوط؟ نشوف مع بعض كده مثال على البايب دي. حلو كده، هناخد المثال على مين؟ على البايب دي. يبقى انا عايز اظهر دلوقتي ايه الاوتر دايمتر كام، وعايز اظهر المينيمم كفر كام والماكسيمم كفر كام عشان نعملها بالآلة الحاسبه. ماشي، يبقى انا هغير الستايل بتاع الكلام ده، هنضغط هنا وبقول له غير لي الستايل. تمام، هبتدي هنا اظهر ايه؟ احنا قلنا عايزين المينيمم الماي ان، يبقى المينيمم كفر كام؟ مينيمم كفر تمام اظهره لي، وبعدين الماكس. طبعا احنا اللي نظهره عشان ايه؟ عشان نظهر الحسابات. ماكسيمم كفر، حلو كده تمام. وبعدين عايزين ايه؟ الاوتر دايمتر. الاوتر دايمتر، اوتر دايمتر، حلو كده بايب اوتر دايمتر. ماشي كده، وبنقول ايه؟ وبنقول اوكي 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 ماشي. هنبتدي بقى نعمل العملية الحسابية كده مع بعض، نشوف نفتح الآلة بتاعتنا. حلو، أول حاجة هناخد المينيمم كفر والماكسيمم كفر، نجيب الأفريج بتاعهم. يبقى هنقول هنا 5.471 زائد 3.374 هتساوي، الرقم ده هقسمه على 2 هتساوي، زائد البايب دايمتر زائد ال 20 كام؟ ال 20 سنتي. طبعا البايب اوتر دايمتر زي ما هو مكتوب اللي هي 85 سنتي، زائد الكام؟ ال 20 سنتي بتاعتي، واقول انتر. اعطاني الرقم ده، يبقى ده كده الايه؟ الارتفاع. ماشي، هضربه فيه، نفتح قوس، البايب اوتر دايمتر 0.85 زائد 20 زائد 20 اللي هم كام؟ ده العرض. تمام كده، الكلام ده كله فيه. الطول هو كاتبه لنا كام هنا كده؟ 113.67 تمام، وبقول له ايه؟ وبقول له انتر. بتطلع لي كام؟ 777.573. ماشي، نشوف كده مع بعض هل نفس الرقم ده هيطلع لنا في الاكسبريشن ولا لا. نبتدي نعدل بس هنا الستايل، اديت ليبل ستايل، نضغط هنا وهنقول له اظهر لنا باذن الله تطلع مظبوطه، يعني الكيو تي واي الكوانتيتي، يعني عشان ما نطولش عليكم، اللي هي عباره عن ايه؟ الاكسكافيشن بايبس. ماشي، وبنضغط هنا
نقول اوكي، بسم الله، ونقول اوكي. ظهرت معانا كام؟ 777 خمسة تلاتة. معانا هنا 777 خمسة سبعة. اكيد في مثلا ارقام ممكن هنا ممكن يكون الرقم ده اقل شوية، اللي هو 6 7 دوت. الكسور يعني مش هتعمل حاجة. اللي هنا الفرق ما بيني وما بينهم من كام؟ 4 من 10 يعني. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه؟ طبعا الكلام ده كله ظهر هنا وظهر في البايب دي زي ما احنا شايفين. البايب دي اوتوماتيك خلاص. يبقى انا هعمل الاكسبريشن مرة واحدة، هيظهر في معايا في الايه، في الدنيا كلها زي ما احنا شايفين. دي كده ازاي اعمل كمية الحفر بتاع الايه، بتاع المسافة ما بين هنا وما بين هنا، ما بين الاستراكشر ده والاستراكشر ده. طبعا انا كنت راسم رسمة تانية كده بس عشان هطول عليكم لو عملتها، اللي هو الاستراكشر نفسه. الاستراكشر نفسه هيتاخد بشكل مربع، حلو كده. هاخد برضو الاوتر دايمتر بتاع الاستراكشر، هزود عليه هنا كام؟ 50، وهزود عليه 50، وهنزل تحت منه ب 20، ونفس الحكايه. انا هبقى اعمل لكم الرسمه دي، هبعتها لكم برضو، وانتم تجربوا ايه، تعملوا الاستراكشر بحيث تطلعوا كميه الاستراكشر وكميه مين، كميه البايب. طب دلوقتي هي ظهرت لي هنا زي ما احنا شايفين على الايه، على الكتابه. كنت ماشي ده غلطت انا في تقريبا في الدرس اللي قبل اللي فات بتاع البروفايل، وقلت ان هي بتظهر في البندات. لا، هي ما بتظهرش في البندات، هي بتظهر بس فين؟ زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا دي كوانتيتي، الكميه بتاعتي ظاهره فين؟ على البروفايل بتاعي مباشره، ان كميه الحفر للماسوره دي على حسب الداتا بتاعتي، اللي هي القطع اللي انا رسمه اللي هنا ده كده، حلو كده. تظهر معايا الكميه مباشره كام؟ 777.53. طب انا عايز اظهرها في شكل جدول. طبعا احنا هنعمل جدول ونظهرها فيها، ودي هنخليها باذن الله في الدرس الجاي بتاعت الكتابات، عشان يبقى نخلي حاجه للكتابات عشان انا طولت في الدرس ده، معلش. دي كده كميه الايه، كميه الحفر. طبعا كميه الردم هتبقى نفس الفكره دي، نفس الفكره برضو، بس احنا هنشيل منها مين؟ هنشيل منها البايب دايمتر. انتوا بقى تعملوا كميه الردم وتقولوا لي هتطلع معاكم مظبوطه ولا لا. اتمنى يكون الدرس بسيط يعني، انا كنت مستني صراحه الدرس دوت. في طبعا درس تاني بتاع الخرائط المتقدمه ده هنسيبه في الاخر خالص. هو الدرس الجاي بتاع الستايلات، واللي بعده بتاع اللي هو عملية التداخل تقريبا كده، نشوفه بإذن الله مع بعضينا. ولو في أي حاجة في الدرس ده جربوها وبلغوني على طول، أنا تحت أمركم. أهم حاجة زي ما احنا قلنا في الإكسبريشن، أبسط شيء أنت بس إيه، نعمل إكسبريشن عشان نشوف. طبعا هو شكله كبير قوي، بس اللي احنا لو لخصناه زي ما احنا عاملين كده في رسمة بسيطة صغيرة عشان ما نتوهش فيه يطلع معانا مظبوط. طبعا الإكسبريشن ده ممكن ننقله من رسمة للتانية، مفيش مشكلة، زيه زي مين؟ زي الستايلات، حلو. ننقله من الرسمه دي على الرسمه التانيه، مفيش مشكله، بحيث يبقى كده معانا خلاص. احنا ايه، يبقى في لحظه يعتبر في كليك واحد هيطلع معانا ايه، الشبكه بتاعتنا مباشره، كميه الحفر والردم بتاعها قد ايه. يعني نعمل اكسبريشن للحفر واكسبريشن للردم، يطلع معانا الكميه كام. وباذن الله في الدرس الجاي اوريكم ازاي تطلعوها في شكل ايه، في شكل جدول. نشوفكم باذن الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.